هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل، كل طلاب برايمري 3 مكملين مع بعض منهج كونكت الجديد الصف الثالث الابتدائي الترم الثاني. النهارده ان شاء الله هنكمل يونت 10. النهارده هندرس ليسون 4 اند 5، هنخلص الوحده العاشره. يلا تعالوا نقرا مع بعض ونشوف ليه احنا لما بنعمل حاجه بنعملها مع الآخرين، ليه لما نعمل بحث أو نعمل حاجة ليه بنشاركها مع الآخرين. بصوا يا أولاد، هو الأول أصلا إحنا يعني العمل في جروب بيساعدنا في حاجات كتير قوي. لما أنت بتشتغل لوحدك أنت بتعمل في المشروع ده رأيك أنت، وجهة نظرك أنت، كل حد فينا له وجهة نظر معينة. لما إحنا نبقى جروب مع بعض هنتشاور، كل واحد فينا هيدي رأيه في الحاجة ديت، هيقول فكرته. ممكن الأفكار ديت لما تتجمع مع بعض، الآراء دي لما تتلاقى مع بعض تكون لنا في الآخر حاجة كويسة، فكرة جيدة. ممكن تكون فكرتك صح بس تكون ناقصة حاجة صغيرة تكملها، ممكن تاخدها من صديق ليك لما تشاركه العمل معاك، صح؟ علشان كده لازم ان احنا فعلا نعمل مع بعض، خاصة في الأبحاث، في المشاريع، في الحاجات الكتيرة. تعالوا نشوف بقى درسنا النهاردة. Why work with others؟ Others معناها الآخرين، with معناها مع، وwork معناها نعمل، وwhy لماذا ليه. When عندما you work، when احنا مش قلناها معناها متى، بس لما بتيجي في جملة بيبقى معناها عندما. When عندما you أنت work تعمل in groups في مجموعات، لما أنت بتشتغل في مجموعات to do a project علشان to لكي تعمل تقوم بعمل مشروع. You learn أنت بتتعلم a lot from each other، بتتعلم الكثير من كل حد. You ask أنت بتسأل and answer questions وبترد على أسئلة، أنت بتسأل وصديقك بيرد على أسئلتك وأنت بتجاوب على أسئلة هو برضو بيسألها لك، فبيبقى في تبادل خبرات ما بينكم. طيب you solve، أنت بتحل problems easily، بتحل مشاكل بسهولة. and you talk with others more وبتتحدث مع ناس أكتر. groups مجموعات، group لوحدها مجموعة، والاس هنا اس الجمع، groups مجموعات. وايزلي سهولة، بسهولة ده حال بسهولة، يعني الاس هنا بتتنطق بالزد علشان بين حرفين متحركين، بين حرف الاي وحرف الاي. سولف معناها يحل، اكتر مور، problem مشكلة، problems مشاكل. answer يجيب، يرد يجاوب. ask يسأل. طيب تعالوا في بيج 199 كده ونشوف مع بعض. to work in group projects، علشان تعمل مع الآخرين ايه الحاجات اللي انت المفروض تعملها علشان تنجح وانت بتعمل حاجة مع الآخرين. تعالوا نشوف كده. things أشياء، to do بتعملها، to do to work with others successfully يعني بنجاح. listen استمع to each other's ideas، يعني ايه؟ بصوا خدوا الدرس ده يا ولاد كأن انتوا خبرة ليكم، خلاص؟ لازم اول حاجة تسمع، الاستماع ده اهم حاجة، تسمع لكل افكار الاخرين، تسمع افكار ده وافكار ده وافكار ده. بعد كده decide بتقرر، تقرر what everyone in the group does، بتقرر بقى ايه كل واحد بأفكاره دي هيقدر يبقى هيعمل ايه، دوره هيكون ايه في المجموعة. help each other in your group، لازم تساعد كل شخص في مجموعتك. ask for help، وكمان انت تطلب المساعدة if you
إذا if إذا you أنت have a problem عندك مشكلة. تمام؟ طيب ده علشان تقدر تشتغل مع الآخرين بنجاح. طيب إزاي بقى؟ إيه الحاجات اللي أنت تعملها عشان تكمل مشروع معين؟ Things to do to complete a project. Start ابدأ your work quickly. ابدأ عملك بسرعة، ما تأجلش عملك. Find information on the internet. اوجد المعلومات، ابحث عنها ودور عليها لحد لما تلاقي المعلومات على الانترنت. Find photos online. ودعم موضوعك او دعم البحث بتاعك بصور، بصور علشان تساعد القارئ ان هو يفهم المشروع بتاعك عن ايه، بتوضحه له اكتر الصور. شو اعرض او بين او اظهر your teacher your work، يعني اعرض او بين او اظهر عملك على your teacher مدرسك. ask your family، اسأل عيلتك to read your work، اسأل عيلتك ان هم يقروا عملك ويقولوا لك رأيهم في ايه. تعالوا نحل بقى اللي احنا قلناه ده في number 200، page number 200. Number one, read and tick true or false. Number one, ask your family to read your work. اسأل عائلتك، family عائلة، your عائلتك انت، علشان تقرأ العمل بتاعك. بس هنا your هنا صورة teacher مش عائلة، يبقى false. ليه؟ هي دي صح، الجملة صح، بس لازم الصورة تكون بتعبر عن الجملة اللي انا بقراها. Number two, help each other. ساعد كل حد. ها هنا اهو فعلا الولد هنا بيساعد في تنظيف البيت، ادي صح. Number three, find information on the internet. اوجد المعلومات من على الانترنت، ايوه صح، الولد قاعد على جهاز الكمبيوتر وبيدور على المعلومات. Start your work quickly. بس ده شخص نايم كده مش هيبدأ عمله خالص بدري، يبقى false. Number two, number one, question number two, اختار الكلمة الصح. Number one, work, اعمل. Ask, اسأل. Listen, استمع. To each other's ideas, لأفكار. Ideas يعني أفكار كل الأشخاص، يبقى إيه؟ Listen, استمع. Number two, الاستماع بيجيب لنا خبرة يا ولاد، مش إن حد يقعد يتكلم كتير كتير كتير، لازم نسمع عشان نستفيد من الخبرات. Number two, ask, ask, اسأل. for ايه بقى؟ research ولا help ولا work if you have a problem، اذا انت عندك مشكلة، problem مشكلة، يبقى انت هتطلب ايه؟ تطلب بحث؟ تطلب عمل ولا تطلب مساعدة؟ مساعدة، help. number three, show، اعرض، بين. help، ساعد. start، ابدأ. your teacher your work، ها اعرض، بين للتيتشر بتاعك، لمدرسك عملك. number four, when you، عندما انت ايه؟ in groups، بتعمل في جروبات. to do a project you learn a lot، هتتعلم اكتر، يبقى ايه بقى؟ work، تعمل. طيب تعالوا بقى لليسن 5 page number 201. بيقول على الفونكس، على الصوتيات. syllable يعني مقطع، السيلابل يا ولاد مقطع. المقطع ده is a part، جزء of a word، جزء من كلمة. that has one vowel يعني فيها حرف متحرك واحد، and consonant before and after the vowel، وفي حروف ساكنة قبلها أو بعدها. تعالوا نشوف كده، بصوا. one syllable words يعني كلمة ذات مقطع واحد. يعني إيه ذات مقطع واحد؟ يعني بنطقها كلها كده على بعضها مرة واحدة. زي إيه؟ كلمة مش بقطعها، مش بقسمها. screen، مش انتوا عندكم في العربي بتحلل الكلمة المقاطع صوتية؟ طيب الكلمات دي المكتوبة في اللاين ده هي كلها مقطع واحد. screen اهو نطقتها مرة واحدة. mouse، phone، كات، سيرش، كلها كلمات بنطقها وان سيلابل، مقطع واحد. طب الكلمات اللي على مقطعين زي ايه؟ تابلت، اهو بصوا باخد ثانية. تابلت، تابلت اهي، تاب مقطع
قولت مقطع تابلت ويب سايت ويب مقطع وسايت مقطع ويب سايت موقع إلكتروني. كمان ريسيرش ريسيرش بحث كيبورد اهو بصوا متقسمه مقطعين باللون البينك ولون بلو. ايميل ايميل كل دي كلمات احنا عارفينها. الكلمه الجديده بقى ايه؟ ايميل هي بريد الكتروني ايميل ايميل بريد الكتروني. طيب ترن ذا بيج كده الكلمه بقى الكلمات اللي على ثلاث مقاطع اكتبها ازاي؟ بصوا كده انترنت انترنت. على فكره حكايه ان انتوا تقسموا الكلمه المقاطع حلو جدا هيخليكم تعرفوا تنطقوا الكلمه بسهوله قوي. جربوا كده في كل الكلام. وعلى فكره انا بقول لكم كده في كل الكلام لو تلاحظوا كمبيوتر كمبيوتر. طيب هنا في فيد يو فيد يو فيديو ري سايكل ريسايكل يعني يعيد تدوير الحاجه. يعني ايه؟ يعني بصوا هنا الازايز مثلا البلاستيك الفارغه بنحطها في مكان معين بيتم اعاده تصنيعها بيسيحوا البلاستيك ده عن طريق حاجه معينه ماده معينه الات معينه وبيخلوها تتعمل بلاستيك تاني باشكال تانيه. فكده بننظف البيئه مش بنرمي قمامه وبنستفيد بنعيد تدوير الحاجه فيعيد تدوير ريسايكل. السي الاولانيه بتتنطق بسي العادي والسي الثانيه بتتنطق بساوند الكي ريسايكل يعيد تدوير. انترنت هي الانترنت. طيب تعالوا هنا نشوف كده بصوا هو هنا بيقول لي color the pictures لون الصور اللي فيها مقطع واحد. تعالوا نشوف كده بصوا هنا نلونها باللون الازرق باللون البلو واللي فيها مقطعين باللون الاخضر. طب تعالوا نشوف الاول اللي باللون الازرق اللي هي المقطع واحد one syllable سك سك اهي مقطع واحد صح سك سك. طيب ايه تاني اللي بالمقطع الواحد؟ مفيش تاني مقطع واحد هنا لان هنا كمبيوتر كمبيوتر ثلاث مقاطع بصوا كمبيوتر. طيب وهنا هن جري مقطعين سترو بيري ستروبيري وهنا ثيرستي 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 عطشان ان تر نت انترنت. تعالوا نشوف هنا وورد ستريس بيقول ان ذا سترونجست سيلابل ان ا وورد يعني المقطع المشدد هو المقطع اللي هو القوي اللي في الكلمه. يعني هنا اللي بصوا كانكم بتضغطوا عليه وانتم بتنطقوا كده انترنت ان ان بصوا ضغطوا على ايه ان ان. طب وهنا سل 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 فون اهي سل ده المقطع الايه القوي خلاص. طيب هنا بيقول لك حط المقطع القوي هنا هنا كي اهو وهنا ايميل الاي وهنا كم تمام. ده الستريس وورد اللي هو الوورد ستريس المقطع القوي زي الحرف المشدد كده في العربي مش حرف الشده في العربي هو اللي بتك عليه في النطق قوي شويه صح. طيب تعالوا بقى كده نشوف هنا بصوا كده ادوات الربط يا اولاد ديت يعني ايه؟ لما اجي اكتب جمله معينه او فقره معينه جمل فانا بستخدم حاجه اسمها ادوات ربط. تعمل ايه بقى الادوات الربط دي؟ تربط الكلمات والجمل. يعني زي كلمه ايه؟ and and معناها و و so معناها لذلك عشان كده تمام. طيب كمان عندي but لكن كل دي ادوات ربط. طيب علشان اربط الافكار مع بعض علشان اقول اسرد حاجه حاجه و و و اقول كلمه ايه and and معناها و و they had فلافل and salad for breakfast يعني انا بقول هم تناولوا طعميه وسلطه لوجبه الفطار.
طيب عشان اقول result اقول نتيجة، result هقول so لذلك، يعني هقول ايه؟ he's angry هو يكون جعان، علشان كده so لذلك نتيجة لكده، نتيجة لانه جعان عمل ايه بقى؟ he gets some food هو حصل على بعض الطعام، هو احضر بعض الطعام. خلاص يبقى so الجملة اللي بعدها نتيجة للجملة اللي قبلها. لما أقول هو عنده امتحان so علشان كده هو ذاكر he studied، تمام؟ طيب but بقى to show contrast بتبين التناقض، يعني إيه؟ لما أقول they wanted to go to the park هم كانوا عايزين يروحوا الحديقة، لكن it was raining لكن الجو مطر فعلشان كده ما قدروش يروحوا، صح؟ لو الجو كان حلو كانوا قدروا يروحوا الحديقة. تعالوا نشوف page 205. بصوا هنا she needed some information، واكتب هنا ايه بقى؟ she used her computer هي احتاجت بعض المعلومات وهي استخدمت الكمبيوتر، يبقى استخدم ايه؟ and و انا بحكي، صح؟ يبقى كلمة and هي معناها و، تمام. طيب number two they wanted to go to the park هم أرادوا إن هم يذهبوا إلى الحديقة. بصوا يا ولاد هو بيقول لكم إلزقوا هنا ليه؟ شايفين الورقة في الأولى هنا في الستيكر في الكتاب في كلمة إيه؟ but و and و so، فأنتوا هتقطعوا من هنا دي وتحطوا الستيكر هنا، تمام. بصوا كده هنا they wanted to go هم أرادوا إن هم يذهبوا إلى الحديقة، لكن الجو مطر، لكن يبقى هختار كلمة إيه؟ هختار but، لكن but، صح؟ يبقى هكتب هنا but. زي هاد فلافل ها و and 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 bread. طيب هنا number four أمل didn't know how to use her tablet أمل ما كانتش عارفة تستخدم التابلت بتاعها، علشان كده اخترت بقى هنا ايه؟ so اهي so علشان كده she asked for help هي طلبت المساعدة. خلاص طيب بصوا كده احنا في page 207 number 1 listen and write the stressed syllable المقطع المشدد. ايه هو القوي؟ in internet in هو الايه؟ الاي والان. طيب تعالوا نشوف الكلمة التانية ها سيل فون سيل اكتب سيل ازاي؟ سي اي ال ال. طيب الكلمة التالتة ويب اكتب ويب ازاي؟ دبليو ها اي بي. الرابعة كمبيوت كمبيوتر بيوت احنا هنا اتكينا على بيوت. طيب نمبر 2 اقرا واختار الكلمه الصح. شي از سيك هي مريضه نقط ساد مريضه ها وحزينه علشان يعني هي بسبب مرضها ده هي زعلانه يبقى ايه؟ اند و. طيب نمبر 2 لما اجي اسرد حاجه انا عملت انا اكلت انا وشربت و ماشي حرف الواو اللي هو اند. نمبر 2 اي هاف ا كمبيوتر انا عندي كمبيوتر ايه بقى؟ والجمله الثانيه اي كانت داونلود فوتوز انا لا استطيع احمل الصور. دايما الجمله الثانيه هيبقى فيها نفي، خدوا بالكم كده علشان كده احط بط، لكن ان هي بتعني التناقض انا عندي كمبيوتر لكن انا مش بعرف احمل الصور. نمبر 3 they are hungry they are hungry هم جعانين ها they order food هم طلبوا اكل. طلبوا اكل ليه؟ نتيجه لان هم جعانين يبقى so they are hungry هم جعانين علشان كده so لذلك they order food. نمبر 4 he was tired هو متعب هو تعبان ها he didn't sleep هو مش عارف ينام. اهو شايفين النوت شايفين النفي يبقى كلمة ايه؟ but هو تعبان he was tired but he didn't sleep لكن هو ما نمش. number 5
I was studying hard. أنا كنت بذاكر بجد، بذاكر يعني بجد for the test، علشان الامتحان. ها so علشان كده، لذلك I got، أنا حصلت الماضي من get، خلي بالك a good grade، درجة جيدة. خلاص يبقى so so الجملة اللي بعدها نتيجة للي قبلها. but هنلاقي في أغلب الأوقات إن الجملة دي بتبقى مثبتة والجملة التانية نفي. خلاص طيب رقم 3 look read and complete، انظر واقرأ وكمل. number 1 عندي هنا so لذلك علشان كده، but لكن and و. الولد الأولاني ده بيعمل إيه؟ بصوا هو جعان، عشان كده بيتخيل الأكل، بيقول إيه بقى؟ he is hungry، هو جعان. ها أختار إيه؟ تعالي يا سو. ها سو لذلك he gets some food، علشان كده هو جاب بعض الطعام، أحضر بعض الطعام. طب number two she likes strawberries، هي بتحب الفراولة. ها لكن هي بتاكل بنانة، ده حاجة دي كده تناقض مش نافية اهو. هي بتحب حاجة سوري، هي بتحب حاجة لكن هي بتاكل حاجة تانية بط، صح؟ طيب بصوا كده نمبر بيج نمبر 208 نمبر 4 look and scramble and write، انظر ورتب واكتب. اول صورة عندي صورة ايميل، اكتب ايميل ازاي؟ اكتب حرف الاي وشرطة وميل، ام مي مد الالف حرف الاي واي وال ميل. طيب اكتب فون ازاي؟ تليفون. ها تليفون بتتكتب يا اما تليفون يا اما فون. ها بي واتش كأنها ف، فو او حرف الاو فون ن ان و اي. طيب كمبيوتر اكتب كمبيوتر ازاي؟ سي او كم. ها الحرف بقى المقطع المشدد كم بيو بيو بيوت 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 ار كمبيوتر. طيب تعالوا نشوف هنا بيقول لي count and write، عد كم مقطع واكتبه. ويب سايت ويب سايت، ها عد كده معايا ويب، count يعني عد، ويب مقطع وسايت مقطع، يبقى كم مقطع هنا؟ 2. ري ساي كل، ها كم مقطع؟ 3. سيرش مقطع واحد صح؟ ماوس مقطع واحد. طيب خلاص اهو. طب هنا تعالوا نشوف بقى كده بيقول لي ايه؟ كلر لون الستريسد سيلابل ان ذا فولوينج، ايه هو المقطع اللي كان مشدد في الكلمات دي؟ تعالوا نشوف كده كوم بيوت بيوت اهي بيوت اهو، الثلاث حروف دول هو المقطع المشدد. خلاص طيب وهنا تاب تاب اهي، بصوا كده هنا بصوا في المقطع المشدد الوورد ستريس في تابلت، بصوا اهي تاب ب اللي هي بي بي تاب ب ب تاب تاب هي المقطع المشدد. وإن في إنترنت. آخر سؤال معانا لوك أند سيركل، انظر وحط دايرة. دي صورة طعمية فلافل، ها أي واحدة فيهم بقى؟ فلافل، يبقى هي اللي صح اللي أحط عليها السيركل. نمبر 2 سحابة وبتنزل مطرة، مطر يعني ايه؟ رين مطر. تمام اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الدرس، استعدوا بقى وراجعوا على يونتين كلها علشان استنوا حلقة على المراجعة على ريفيجن على يونتين كلها. تمام راجعوا، اي سؤال اكتبوه في الكومنتس علشان هنحل كتير كتير على تدريبات على الوحدة العاشرة. باي باي.